ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احلى شيء في هالدنيا هاي لما تشوف ناس بيحبوك وبيدعوا لك، احلى شيء. من حبنا لله احنا بنحب كل الناس، كل الناس خير وبركه، بس هذا لا يمنع انه في ناس مش كويسين اكيد، بس احنا اذا حبينا الناس هذول المش كويسين بالدعاء لهم بعدم سبهم، الله يهديهم الله يسامحهم، ربنا يصير يحبنا اكثر. نتذكر ايات الكويسه في القران الكريم، ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب الصابرين، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب المتطهرين. كل واحد كل يوم اذا فيه يكون من المتقين، نفس وقت من المتطهرين، نفس وقت من المحسنين، ونفس وقت من الصابرين، بيكون كويس، ربنا بيصير يحبه اكثر. ان الذين امنوا وعملوا صالحا فلهم جنات تجري من تحت الانهار. الله يحفظ مجمع المانع فرع شركة إبراهيم محمد المانع وأخوانه، مستودع المانع للأدوية. الله يحفظ الخالدية، الله يحفظ المملكة العربية السعودية، الله يحفظ مملكة البحرين، مملكة الأردن الهاشمية، من جميع الممالك جميع الدول. بحبنا لله قلنا بنحب كل الناس. هنقرأ الدعاء، الدعاء نوع أنواع الإحسان، الدعاء نوع أنواع الصبر، الدعاء نوع أنواع التقوى، الدعاء نوع أنواع التطهر. هندعي لشفاء الناس من جميع الأمراض، إنه الله يجيب المحبة عند الناس كلها، والله يطهر جميع القلوب، قلوب كل الناس مختلف أديانهم مذاهبهم وصفاتهم وأعمارهم وجنسياتهم، مختلف الناس، والناس اللي راحوا كمان الله يعلي مقامهم، الرايح واللي حيروح قريبا الله يطول في عمركم. قلبا طاهرا فاخلق فيه يا إلهي، سرا ساكنا جدد فيه يا منائي، وبروح القوة يثبتني على أمرك يا محبوبي، وبنور العظمة تفشدني على صراطك يا رجائي، وبسلطان الرفعة إلى سماء قدسك عرجني يا أولي، وبأرياح الصمدية تفبهجني يا آخري، وبنغمات الأزلية فاسترحني يا مؤنسي، وبغناء طلعتك القديمة نجني عن دونك يا سيدي، وبذور كنيتك الدائمة بشرني يا ظاهر فوق ظاهري والباطن دون باطني. الله يحفظكم جميعا، ما شفناكم بالعين نشوفكم بالقلب، ما شفناكم في الدنيا نشوفكم في الجنة.